تعلق بلا جناح، تقتحم وتجتاح الى السيف الى السيف الى السيف. بن حمدون يقود نجاح، الامتياز مع نجاح. يا هل ارماح السيف، السيف اذا لنجاح. سلام يرماح، سلام سلام وتحية واحترام الى مبارك بن احمد بن ماجد الخيلي. هنا الى جانب الشلفة الفضية سيف الذهب يذهب لأبناء أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، يستحقون هذا التتويج. من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. مبارك بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، تستاهل الفوز بسيف المهرجان، هذا السيف اللي أغلق الجميع. نعم، هذا السيف أدوره من زمان والله يا أبو الحمد لله على نجاح الغالي. الحمد لله. مبارك، كان في ضغط عليكم ليلة البارحة من المرشحات، وزودا على ذلك العالم كل مرشحوه زادك ضغط زيادة. شوف الشوط هذا ضغط اللي يبغيه لازم يكون ضغط عليه، هذا الشوط مو بسيط. خيرة الحلال وخيرة الناس والملاك وهم يستاهلون، والحمد لله اليوم الله أعطانا إياه كنا عندهم. وتستاهل الفوز العزوم بالشلف. نعم تستاهل خير وعافية الحمد لله. كنا بسلالات الهج الفايزة الليلة، العزوم وش سلالتها وإنجازاتها وكذلك كلنا هذا أنت كلنا سلالات المختبر. نعم. مختبر سويحان هذه بنت ولد جبار عندهم بعير يسوون العزوم ونجاح بنت الشامخ. كيف الفرحه الليله يا مبارك؟ شيء كثير شيء كثير الله يسلمك. الناقه هذه اللي نجاح مو بناقه بن حمدون، ناقه الخليج كامل. والله انها ناقه الخليج. نعم بيض الله وجهك وفوز انه مسلم انت لكم كلكم الخليجيين. بعد انت سبقت بالسؤال واعطيتك الجواب. كل العالم يرشحون الله الحمد لله. توفيق الله توفيق الله الحمد لله. شكرا يا مبارك. الحمد لله.